في الانفجارات التي ذكرتها في كرمان، في حينها قالوا بأن إسرائيل، بعدها اتضح بأنه داعش، بعدها قالوا بأنهم عناصر من داعش دربتهم إسرائيل في إقليم كردستان وقاموا بضرب إقليم كردستان. هل تعتقد هذا الأمر ممكن أن ينعكس الانفجار اليوم على إقليم كردستان مرة أخرى؟ هل ستتفاجأ إنما قامت إيران بلوم إقليم كردستان مرة أخرى عما جرى؟ إيران يمكن أن تلوم أي مجموعة يمكن أن تجدها مفيدة لها سياسيا، يعني بأن هذا قد يخدم أغراضهم السياسية. على سبيل المثال في كرمان عندما ألقوا باللوم على إسرائيل، ولكن إسرائيل ليس لها علاقة بداعش، وهم كانوا يحاولون تغطية فشلهم وفشلهم الاستخباراتي بأنهم لم يستطيعوا حتى حماية أحد أكثر شهدائهم المحترمين والمعظمين، وهذا كان محرجا جدا للنظام، وبالتالي فقد سعوا إلى إلقاء اللوم على قوات خارجية. داعش طبعا هي مجموعة لا يعتبرونها تهديدا كبيرا عليهم، بل يرونها سلاحا معهم، ولكنه كان حجة قوية أن يلوموا إسرائيل. أعتقد بأنهم سوف يستخدمون هذا كعذر مجددا، ولن أتفاجأ إن قاموا بلوم كردستان في العراق مجددا. هناك معارضون لهم من الأكراد في المناطق الكردية في إيران، ولكن أعتقد بأن الجميع يعرف بأن هذا لن يكون إلا تبريرا يستخدمه النظام الإيراني وليس شيئا ذو مصداقية، وهم فقط يريدون أن يعاقبوا الأكراد العراقيين.